عثر في الدوري الإسباني ويطمئن أنصاره بأنه هنا بأنه موجود وبأنه مرشح للفوز بدوري الأبطال. تفضل ميدو. نعم برشلونة كانت مباراة بكو بلوس لإعادة الثقة بعد بعد الخسارة أمام سوسيداد وتعادل أمام نادي سلطا فيغو. شاهدوا أن الإحصائيات باو كوبارسي كان تم اختياره أفضل لاعب في المباراة رغم أنه بيدري كان الأفضل على كل الأصعدة. هنا نروحوا لمعايير اختيار لوم دو ماتش. برشلونة بي بليفا للحق 100 هدف في دوري الأبطال في دوري أبطال أوروبا 101 وصل إلى نادي المئة رفقة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي 3 لاعبين فقط. مباراة شاهدنا فيها كما قلت بيدري أفضل لاعب. شاهدنا فيها ايضا تالق ليفا بالهدفين. نعم. شاهدنا عوده اولمو للتهديف اول هدف له منذ العوده من ثالث هدف منذ العوده من الاصابه يملك 6 اهداف. رافينيا كان ممتاز لكن انا بالنسبه لي امس رجل المباراه كان بيدري. بيدري فعل كل شيء. تصور انه في احصائيات اليوفا اكثر لاعب جري، اكثر لاعب استرجاع الكرات، اكثر لاعب تمرير، اكثر لاعب ارتكبت عليه الاخطاء، اكثر لاعب تمريرات طوليه صحيحه، اكثر لاعب تمريرات بروفوندر صحيحه. بيدري اتو في تو تولون دو ماتش. شفنا لاعب ممتاز جدا. بعدها كوبارسي تم اختياره رجل المباراه بسبب كل التمريرات الصحيحة اللي قدمها نحو الأمام. تصور 98% نسبة التمريرات الصحيحة قدم 113 مباس جوست فير لافون يعني شيء كبير جدا بالنسبة للاعب محوري. شحال في عمره؟ في محور 17 سنة 17 سنة يلعب بهذا المستوى وليلعب مع ليفا اللي كان ربما لما بدا ليفا يلعب في المستوى المحترف كان لم يولد عنده إمكانيات وميزات وخصال لا تتواجد إلا في مدافع صلب وجيد. نعم. كوبارسي قدم مباراة مثالية. أنا بالنسبة لي أتفق مع ميدو، ربما بيدري بفعل وبفضل استعراضه ومهاراته دفع ببرشلونة إلى الأمام وكان يستحق رجل المباراة، لكن إعطاؤها لكوبارسي أيضا ليس لا حرج في ذلك لأن الرجل أيضا قدم مباراة رائعة. ولكن بما أن برشلونة فاز كان من الممكن إعطاؤها لبيدري. نتحدث أمين عن ليلة ليفاندوفسكي الذي كان عريسا بامتياز. ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام، تخيل بأنه تسلق الآن ووصل إلى عتبة المئة هدف في دوري أبطال. شوف أرقامه مع برشلونة تعطيك الخبر. أرقامه مع برشلونة 114 مباراة 81 هدف و19 تمريرة حاسمة. أعطينا الصورة الثانية. الآن يدخل نادي المئوية 101 هدف لليفاندوفسكي في 125 مباراة. ميسي في المركز الثاني ب 123 هدف. كم احتاجوا للوصول الى هذه كم احتاجوا للوصول الى 100 هدف؟ رونالدو 137 مباراة، ميسي 123 وليفاندوفسكي 125. 125 وليفاندوفسكي عنده 101 هدف الان يصبح في المركز الثالث. هدف حقيقي. نعم هو يتألق في المقابلات الأخيرة منذ قدومه إلى برشلونة خاصة هذا الموسم. هو في تألق. هو أحسن هداف في تشامبيونز ليج. أنا أظن باللي لعب حقيقة قناص حقيقي. لاعب يذكرنا باللاعبين القدامى مثل فون باستر مثل هذوما اللاعبين تقدر تقارن بهم ليفاندوفسكي. نظن باللي راهو في اعز اعطاه مالغريتو السن ديالو 36 سنه. نعم. لهذا السن احنا نقدروا نقولوا السن مجرد رقم. نعم. عندك ليفاندوفسكي الاكثر مساهمه في دوري الابطال بسبع اهداف كامله مناصفة مع زميله في الفريق رافينيا الذي يؤدي موسم خيالي وخرافي. 5 اهداف في دوري الابطال وتمريرتين حاسمتين وأهداف كثيرة ونال المديح من جميع المحللين والمراقبين. رافينيا الموسم الماضي ليس رافينيا الموسم حقيقة. رافينيا بدأ يجد سرعة القصوى وتكلمت في كم من مرة أن هذا كل الفضل يعود إلى فليك. منذ قدوم هذا المدرب وتحس وتشعر أن نادي برشلونة بدأ يجد ضالته سواء في الدوري الإسباني. لاحظنا أيضا حتى وأن بريست ليس بالفريق الذي بإمكانه أن يحدث مشاكل لبرشلونة ولكن برشلونة يفوز ب3-0 من توقيع ليفاندوفسكي ورافينيا. هذا إن دل على شيء فإنه يدل أن حتى وإن مباراتين ليست في المستوى المطلوب ولكن الثالثة يرجع إلى السكة وسكة الانتصارات. هناك من
انتقد ليفاندوفسكي في السنة الماضية وكثيرا انتقد كثيرا ووصل الانتقاد حتى قول وصل الانتقاد حتى قول أنه لا يدخل في منظومة وتركيبة اللعب الجماعي لفريق برشلونة، صحيح أو لا؟ واحد من المنتقدين يجلس أمامك الآن 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 الأخ محمد. فريق برشلونة ليفاندوفسكي لاعب مؤكد، أكد في كم من سنة، ليست سنة أو سنتين أو ثلاثة، لاعب مؤكد، سيتان جوار كونفيرمي. لماذا وقفت الموسم الماضي في صف تشافي ولم تقف في صف ليفاندوفسكي في الوقت الذي كنا نقول لك يا ميدو بأن المشكلة كانت في تشافي، هو الذي لم يستطع توظيف ليفاندوفسكي وإخراج أفضل ما عند هذا المهاجم. هذا المهاجم ليس ابن الأمس، هذا مهاجم تربى في منطقة العملية، هذا مهاجم سجل أكثر من 100 هدف في دوري الأبطال، هذا واحد من أفتك الهدافين في التاريخ، هذا كان نجم في البايرن، لاعب يشم رائحة الأهداف، لاعب يسجل من كل الأماكن في كل الأوقات. لكن الموسم الماضي وقفت بجانب تشافي وقلت بأن وكأنك أمضيت على شهادة وفاة ليفاندوفسكي المهنية. لماذا تتراجع اليوم؟ نعم ما تراجعت الموسم الماضي. هل كان يجب على تشافي أن يغير يبني كل لعبه على ليفاندوفسكي؟ هل رافينيا، لماذا الموسم الماضي كنتم تقولون في هذا المكان بأنه رافينيا، هناك من قال بأنه رافينيا أسوأ صفقة لبرشلونة ب70 مليون أورو؟ لكن الكرة القدم تتغير، نوعية المدربين ليست نفسها، ركز على ليفاندوفسكي، ليست نفسها. ليفاندوفسكي الموسم الماضي مع تشافي، الموسم الأول لما جاء كان في أعلى مستوى، الموسم الماضي لم يكن في مستوى، الفريق على العموم كله ما كانش في المستوى. لا تشافي كان هو السبب، وليفاندوفسكي خرج بتصريح وقال ضد تشافي وقال بأنه المشكل في خطة اللعب، تحدث بكل صراحة. ثم كان لازم يبدلوا لو سيستم دو جو على ليفاندوفسكي. ميدو توظيف ليفاندوفسكي، توظيفه كان خطأ، كان خطأ من طرف تشافي. شكرا جزيلا. توظيفه لم يكن في المستوى الموسم الماضي، هذا الموسم مع فليك، لكنك لم تدافع عن تشافي، لم توقف مع ليفاندوفسكي. لا عنده الله يبارك فيك محامي ليفاندوفسكي. سنطرح عليك سؤال بسيط، هل ليفاندوفسكي يستاهل تبني عليه اللعب؟ وهل في هذا السن يستحق؟ هذا الموسم فليك يلعب على بدل ليفاندوفسكي، ماذا يفعل؟ لماذا رافينيا عنده احصائيات مليحه ولا من يامال عنده احصائيات مليحه وكاساد وسط الميدان عنده فارق في البطوله، هدف الفارق في تشامبيونز ليج. ميسان فينيسو البارح شفت له الانترفيو ديالو مع تيري هنري ولا استاذ مور ماتش؟ لا البارح سكاي سبور مور ماتش مع تيري هنري، الانترفيو اللي داروا لا مع تيري هنري. مشاكل برشلونه هنا كانت في انهاء الهجمه ميدو، لما تلقى في كل منظومه مشاكل برشلونه، المشاكل الكبرى من الجانب البدني والتكتيكي والفني. رافينيا لم يكن يسجل، ليفاندوفسكي لم يكن يسجل، لاعبين وسط الميدان لم يكن يتالق، كصادوك لم يحصل على فرصة في الفلك. لما تلقى الحل لإنهاء الهجمة، لما تلقى الحل طريق إلى الشباك، خلاص حليت 80% من مشاكل الفريق. لكن تبقى لك المنظومة الدفاعية تقدر تشتغل عليها، لكن لما تبني منظومة دفاعية ويكون عندك وسط ميدان قوي وما يكونوش عندك المهاجمين اللي ينهيوا الهجمة، يكون عندك مشكلة كبيرة في الفريق، تصبح تلعب تستحوذ ولكن لا تسجل. إيه كرة قدم أهداف محمد، بارك الله فيك. يستحوذ كرة قدم أهداف، ولا ما تكونش ولا ما تبني اللعب من ناحية الاستحواذ كذا وما تسجلش أهداف، اللي ما راك دير والو محمد. اليوم في البلاطو حاضر أهداف كرة القدم، اليوم في البلاطو حاضر معنا مهاجم سابق ومدافع سابق. نسقسيك انت امين اكساس، هل لما تكون تلعب مع مهاجم ويبدا يفتح المباراه بهدف، تكونوا متفوقين بهدف هدف لصفر او هدفين، تلعب تكون اريحيه، تلعب اريحيه ذات الاريحيه، ولا لما تكون صفر لصفر؟ لا بينشئ، هذه حاجه باينه، هذه اللي ميدو ما حبش. كي تسجل وتكون 0-0 ولا تكون منهزم، ماشي كيف سي با الميم مونطاج. خلونا نرجع الى يامال، اول فوز وانتصار بدون يامال في دوري الابطال. برشلونه عانى في المباريات الماضيه عندما غاب يامال، ولكن عانى ضد فرق احسن مستوى من فرق برازيل. هنا يعني عانى بدون يامال، وامس فاز بيامال، يعني يامال افضل لاعب في برشلونه. لا فاز بدون يامال، فاز بدون يامال، اول فوز بدون يامال مثل ما قلت، يعني يامال في دوري الابطال، في برشلونه لا، حتى في البطوله ما فاز في دوري الابطال. قلت في دوري الابطال اول انتصار بدون يامال، في المباريات الماضيه يامال كان حاضر ميدو. لا اللي قال المباراتين الماضيه ما كانش حاضر، وقلنا في الحصه الماضيه بان الفريق عانى عندما غاب يامال، وشرحنا هذا الأمر ميدو. نعم يامال مهم، يعني مهم في المنظومة،
مهم في المنظومه طبعا جدا مهم جدا طبعا. وهل تعتقد بانه لاعب مثل هل تعتقد بانه لاعب مثل يامال غير مهم في المنظومه البرشلونيه؟ مهم جدا خلاص ميدو دروك الكوليكتيف سانتو برشلونة هذا الموسم نعم. برشلونة هذا الموسم أقوى بدنياً من ميدو. كل أنت المواسم تتحدث العشر الماضية. ميدو أنت تتحدث عن بديهيات في كرة القدم. صحيح. كرة القدم لعبة جماعية وهذا الأمر يفهمه الداني الداني والقاسم. لكن لكل فريق رجاله يا ميدو. لكل فريق اسمح لي لكل فريق رجاله. كرة قدم لعبة جماعية ولكن تحتاج في الفريق صانع ألعاب في أعلى مستوى، تحتاج في الفريق هداف فتاك، تحتاج في فريق واحد اللي تحتاج مدافع قوي تحتاج مدافع قوي طبعا فوت سي 11 كل واحد شاكا سون رول. ميدو الفرديات في خدمة المجموعة بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم خلوا معكرنا شوية سعادة ميدو بهذا الانتصار. نعم نعم 3-0 هذا معكر ذولي ما استذكرنا مع المزال العام يتنرفز يتنرفز مندفع حلاوة البرنامج أنه يتنرفز ميدو شوية موسيقى في الزاوية موسيقى في الزاوية صح ميدو لازم 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 ما تقلقش هذا نعم. امور نتا تحددت عليهم وتحددت عليهم في هذاك الوقت نعم. ودوكا جاء وقت واحد اخر وتغيرت المعطيات وتغيرت المعطيات جدا شي حاجه تقبل جيك تقول هكذا ماشي انت باك تنرفز وتقلق خويا قد تكلمت نعم. لاعب كره قدم ميدو لاعب كره قدم مسؤوليتي شي عادي هذه ما فيها والو نعم نعم.